مواجهه قويه رقم ال 117، والتقرير بيتعرض كان الكباتن بيتكلموا في المباراه اللي لعبها يمكن كابتن عادل عبد الرحمن. عايز اعرف تاريخك مع الاسماعيلي، انت لعبت كم مباراه مع الاسماعيلي او حتى الاتحاد يعني؟ لا يعني كانت اهم يعني المواجهات. يعني الاسماعيلي كنا يعني كل سنه المباراه اللي هي كانت بتبقى الاهم لينا بتاعت الاسماعيليه، ودي مباراة كنا واحنا صغيرين يمكن فاكر يا هاني اول المباريات لينا اللي هي كانت في 86 87 ورحنا تحت اول مباراة كانت 18 سنة بالظبط، احنا كسبنا 2-0 في المباراة هناك، ويمكن خلي بالك كان بيبقى فيها جماهير يعني، احنا كنا تحت 18 سنة وكان اتوبيس برضو النادي الاهلي، ما كانش بقى اتوبيس مكتوب عليه النادي الاهلي لكن معروف ان الاتوبيس ده بتاع فريق النادي الاهلي تحت 18 سنه، بنخش وبنلاقي جماهير والناس بتبقى بتتفرج، لان الكوره حلوه تلعبوا كوره بقى، اجواء حلوه يعني الاجواء كانت والناس يعني بصراحه كانوا بيستقبلونا بشكل كويس يعني، حتى الجماهير بتستقبلنا بشكل كويس، بنخش هناك ساعات كنا فاكر عادل كنا بنروح حتى نتغدى هناك لان هم عندهم استراحه في النادي جوه النادي عندهم استراحه، فكنا حتى بنتغدى ونقعد شويه وبنبدا ماتشاتنا يعني. لكن احنا لكن المباريات بقى مع الفريق الاول هي اللي كان بتبقى فيها شد عصبي بنلعب على طبيعي اكيد طبيعي. وبعدين كمان مباريات كانت بتبقى مهمه جدا، النادي الاهلي لعب مع الاسماعيلي 3 مباريات فاصله في الدوري على بطوله الدوري، يمكن الاهلي كسب مباراه 2 والاسماعيلي كسب 1، احنا كسبنا 4-3 في اسكندريه وده انا كنت بلعب المباراه دي، وخسرنا في المحله 2-0 وخدوا الدوري الاسماعيلي، وبعدين كسبنا في حرس الحدود جون فلافيو الفاصل، وده مع بالصدفه كان مع ريكاردو اللي هو جه لسه جاي، ريكاردو من المدربين البرازيليين اللي في الفتره اللي فاتت دي كلها جه نادي الاسماعيلي، جه فترتين، الفتره الاولانيه جه 2008 ولعب ولعب المباراه الفاصله دي 2013 وجي 2014 دوري 2014 وعمل نتائج مش بطاله، ولكن هو في الفتره اللي فاتت ما اشتغلش كتير يعني، ولكن هو بس عارف الاجواء يعني، هو بالنسبه له الموضوع مش غريب، انت عارف لو في مدرب اجنبي مثلا جاي النادي الاسماعيلي بعيد شويه عن الاجواء وما بيعرفش اجواء الاسماعيليه وما بيعرفش اجواء اللعيبه، لكن في اعتقادي دي بتكسر حته شويه ان المدرب خلاص انت عارف.